كل ولي الحجة بن الحسن. اللهم كل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، صلواتك عليه وعلى هاشم البحراني أحصى له تواترا لفظيا والظاهر أنه متواتر معنويا عند العامة حيث أحصى حوالي 35 حديثا ومن طرقنا 8 أحاديث. والعلامة الحلي يعني هو السؤال هيك حيكون حتى أشرح، هل يمكن أن نستدل على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام من حديث الطير كما ذهب إليه العلامة الحلي حيث قال إن أحب الخلق إلى الله أوجب أن يكون إماما، وبالتالي المتواتر هذا الحديث هل يمكن في المناظرات أن نستدل عليه مثلا؟ لو لم يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا لم يكن إلا هذا الحديث الواحد وهو حديث الطير يكفي، لأن أفضل أحب الخلق إلى الله عز وجل ملازم عرفا لأن يكون هو الإمام لغيره، لا أن يكون غيره إماما عليه. وهذا يضرب قاعدة الموضوع على الفاضل. قاعدة الموضوع على الفاضل قاعدة مردودة. نعم، لا أي. المقصود بالمناظرة يعني إذا تدلينا عليهم بهذا أي. وألزمناهم بما ألزموا به، لأن الترمذي يروي عن أنس بن مالك يروي يرفع أسانيد صحيحة، لا مسلم رواه، لا يصح عقلا أن يكون شخص إماما على شخص آخر هو أفضل من ذلك الإمام، هو أحب إلى الله من ذلك الإمام. خدمتكم. شوفوا القرآن يفسر بعضه بعضا والحديث يفسر بعضه بعضا، جمع الأدلة الإنسان من يسوي ما يظهر ذلك بالنسبة إلى كل الأنبياء،
بالنسبة إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، معلوم هذا، غير هذا الحديث وغير هذا الحديث. بالنتيجة ملاك النبوة هذا واحد، الشيء الثاني زمن اختيار النبي، هذا لا نعلمهما نحن، لا نعلم ملاك النبوة شنو هو، الله يعلمه. نعم النبي يكون النبي المرسل إلى مجموعة أو مرسل إلى عامة الخلق، هذا لازم أن يكون أفضل أولئك. أما متى يختار النبوة؟ هل من عالم الذر، من قبل عالم الذر بالنسبة إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، أو بعد ذلك؟ هذا نحن لا نعلم الملاكات بالمقدار الذي يصل إلينا من الأدلة المعتبرة كالقرآن الكريم والأحاديث المعتبرة، بذلك المقدار إيه؟ يعني ما نقدر نبت على أنه متى اختيار النبوة يكون، هذا بيد الله وتحت قدرة الله وعلم الله وحكمة الله. أما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، إيه أدلة متواترة أكو أنه من القبل، قبل. أما كل الأنبياء لا، ما ندري. ولكن هناك أنبياء اختيروا من قبل هؤلاء الأنبياء، ما يخالف. مثلا رسول الله نسله ينحدر من إبراهيم عليه السلام. صحيح صحيح. وأكثر الأنبياء بني إسرائيل انحدروا من إبراهيم عليه السلام، وكذلك إبراهيم انحدر من سائر. لا شوفوا 124 ألف نبي عندنا، مو كلهم بهالشكل، بعضهم بل من آدم معلوم، أما النبوة بالتوارث لا، مو معلوم. بعضهم نعم بعضهم لا. لما تقولوا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم، اجتبيناهم يرجع إلى ومن، هذا من التبعيض بعد، منهم اجتبيناهم يعني نفس الذرية والسلالة. ها هذا على كل، لازم نشوف، نجمع الأدلة، نجمع الأدلة. هذا هو قضية خارجية، مثل الأئمة عليهم الصلاة والسلام أحكام كانوا يذكرون لأنه إمام من في الدين والدنيا وجميع الأمور. أما في الروايات مثلا أكو من قوم كذا لا تتزوج، ليش؟ لأنه هذا النوع من الإنسان مع ذلك النوع عادة ما يقدرون يعيشون جيد. يعني قضايا واقعية خارجية مو واقعية أصلية. هذا هم هالشكل. ومضافا إلى ذلك أن هذه غالبية مو دائمية، غالبا هؤلاء الثلاثة يوم مظلوم يوم ظالم، ما كل لا ظالم لا مظلوم، كقضية خارجية مثل الروايات اللي يقول لا تتزوجوا من قوم كذا من قوم كذا، باعتبار أنه مو نقص في هؤلاء أو نقص في هؤلاء، هذول ما يقدرون يعيشون عادة. إذا ثقافتيا أكل الزوج والزوجة غالبا ما يقدرون يعيشون، بل اي سمحتكم بخصوص الاغسال المستحبه بالتداخل، بل يمكن نطلع على المبنى ولو كان سريع. الاطلاق، الاطلاقات حتى في الصلوات المستحبه نقول بالتداخل،
وفي الروايات أيضا موجودة الإمام الرضا سلام الله عليه يعني في بعض الجزئيات. الإمام الرضا صلوات الله عليه كان يصلي صلاة الليل 4 ركعات منها يصلي بصلاة جعفر، هم صلاة الليل هم صلاة جعفر. صلاة الليل يمكن أن تتجزأ مثنى 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 ونذهب إلى الوتر مثلا آخرة، مثلا أصلي ركعتين وأرتاح، مثلا أكل أشرب أصلي ركعتين، أم لا لابد من لا لا إشكال في أنه يجوز التفريق، ورسول الله صلى الله عليه وآله في الأحاديث كان يفرق، كان ينام بينها. لا المستحبات توسع فيها، حتى أنه يجوز للإنسان أن يصلي بعض صلاة الليل مو كلها. التداخل بين الواجب والمستحب قالوا فيه أيضا، يعني يريد يصلي صلاة قضاء أقضي وأصلي الليل، مثلا صليت ركعتين من الليل ثم قضيت يوما أي ثم عدت إلى صلاة الليل. ما يخالف. لا ما يخالف، هذه يستفاد من المطلقات. ذكرت أمس أول أمس كان الإخوان بعض في مصباح المتهجدين للشيخ الطوسي يروي رواية مرسلة بالنسبة إلى التشهد بعد شهادة بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عليا بدون إعادة كلمة وأشهده نعم الولي. بمقتضى هذه الرواية أشكال ماكو، يعني بناء على قاعدة التسامح. في قاعدة التسامح بالنسبة إلى أنه هل يوجد في المستحبات التي هي غير جائزة في الصلاة، وبقاعدة التسامح نقول أنها جائزة. هذا في العروة وغيرها أكو الذين لا يقولون بقاعدة التسامح، أي يعلقون على أنه بقصد الورود لا يقرون هذه المستحبات. ليش؟ لأنه إذا قاعدة التسامح مو تامة، قصد الورود في هذه المستحبات وإن كانت أدعية والصلاة والدعاء ما إشكال به، هذا ليش يأكدون في الحاشية في العروة مكررا؟ طبعا بعض الذي لا يقبلون قاعدة التسامح عندما يقول صاحب العروة مستحبات الركوع مستحبات السجود مستحبات التشهد مستحبات القراءة، يقيدون أنه بقصد الورود لا يجيبون. ليش؟ لأنه حتى لو الدعاء إذا بقصد الورود جابه هذا مو من الصلاة باعتبار دليل معتبر ما إله، مو لازم إلا أن يكون هناك شيء حرام في الصلاة بقاعدة التسامح نقول صحيح. لا، هو الصلاة قرآن وذكر ودعاء، قرآن وذكر دعاء خاص اللي ورد في الأدلة. أما إذا واحد ما يعتبر قاعدة التسامح دليل، ما يقدر الروايات المرسلة يعمل بها بقصد الورود في الركوع في السجود اللي هو بس بالنتيجة يصير باطل الصلاة. لا، التشريع في داخل الصلاة مو مفصل، حرام خارجي لا ينظر إلى الأجنبية، لا حرام في داخل الصلاة. هذا يعتبر الصلاة مركب من أمور دلت العدل عليه. إذا جاب فتشي في هذا المركب ارتباطي بعد جاب فتشي في هذا المركب بقاعدة التسامح، ولا يقول هذا الفقيه بقاعدة التسامح، ليش ليكون مفصل؟ هو يعني الشيء الحرام في داخل الصلاة، ليش الصلاة في الغصب باطل؟
بله. ليش الصلاة في الغصب باطل؟ نعم إلا نقول باجتماع الأمر والنهي إيه، ولا يقولون حتى المنزل القمني في الأصول يقول في الفقه لا يبني عليه. بل آمين آمين بل كلمة آمين يقولون اسم فعل، مو فعل، اسم لاستجب. لا هو التشريع يعني ليشوفوا في العروة هؤلاء الذين لا يقولون بقاعدة التسامح، عندما يقول صاحب العروة يستحب في الركوع يعلقون، يقول بقية الرجاء. ليش بنية الرجاء؟ ليش؟ لأنه الصلاة مركبة ارتباطية، فإذا بقصد الاستحباب في خصوص الصلاة جاب هذا يكون حرام تشريع، هذا أوله. يكون ماطل أيضا بإتح أي جماعة صرحوا شوفوا بالعروة. ليش لا؟ ليش لا؟ في الأجزاء المستحبة للصلاة، أما في مستحب من خارج الصلاة شوفوا بالعروة. صاحب العروة يقول باطل، جماعة هم يقولون باطل. لا قصدي على أنه قاعدة التسامح اللي لا يقول به في الصلاة، ويأكو الذين يقولون به من المستحب، هذا مستحب في الصلاة، مستحب في التشهد، في القراءة، في السجود، في الركوع، في التكبير. كل إشكال، كل إشكال مهم، لأنه خارج ينظر إلى المرأة المحرمة، إلى المرأة الأجنبية. لا هذا خارج، كل شيء يتحد معه في الواقع الخارجي مثل الصلاة في الغصب. إذا اتحاد خارجي أكو يكون مبطل، أي مثل الصلاة في الغصب. شنو؟ النية يجعل هذا جزءا من الصلاة، إذا صار نية وهذا مو جزء من الصلاة. اي وهكذا يصلي. ليش مو باطل؟ شنو الفرق بين هذا وبين الصلاة في الغصب؟ اي دليل ماكو؟ نهي عن الغصب اكو، نهي عن الصلاة في الغصب ماكو. ها هذا هم اذا اتحاد صار يصير باطل. واي زيادة في اجزاء الصلاة عمدا تبطل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا في المسألة تفضلوا. إذا ثبتت عملية القتل أن زيدًا قتل عبد عن طريق الكاميرا، وجاء المصورون إلى سماحتكم وشهدوا أن زيدًا قتل عمرو، سماحتكم يرتب أثر شرعي على هذه الشهادة ويحكم بالقتل؟ مشكل. ليش؟ 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 لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى الشمس، قال على مثل هذه فاشهد، لازم رؤية حسية مباشرة تكون. مشكل هذا شهادات دو تو يكي بر دو تو باشه اشكال نداره، هذا شرط اینه دو تو باشه. نحن والأدلة اي العرف لا يفرق، الملاك ليس العرف، ما دام عندنا دليل خاص قال على مثل هذه فاشهد، مو خصوصا في مسألة القتل اللي مسألة مهمة جدا. لا اي مو معلوم على مثل هذه فاشهد، يعني العلم لا لازم تشوف. لا مو معلوم لعل الله لعله الله ما رأيت هالأشياء تثبت. تمام. هسه في مسألة الزنا ليش 4 شهود؟ حتى ثقة واحدة يكفي، يحصل العلم أحيانا من قول الثقة. الله عز وجل في الأمور المختلفة جعل ضوابط، لعله ما أراد أن يحصل الواقع الخارجي من غير هذه الضوابط، مو محرز، إحراز يريد. علم الماضي
بل هسه مو مطلقة على كل لا مو معتبر. يعني تدرون جماعهم قالوا بذلك. يعني إثبات النسب صار رد عن أي لا تقبل. مشكل. سيدنا هذه شهادات إذا أورثت عند القاضي ما يفيد. هو الاطمئنان حجة في غير الشهادات. مو في مقام الشهادات. على لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه فشهد أراه الشمس قال على مثل هذه فشهد مو معلوم كانت تنصرف هذه الرواية في زمن الرسول حلال محمد حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. إذا مسلم تنصرف ما يخالف بس مو واضح هذا. إذا مسلم تنصرف ما يخالف. أي. انصرف يحتاج إلى قرينة، قرينة عند مو معلوم، مو معلوم. نه ببینید کسی که بلد نیست حرف و تبدیل میکنه سین و بلال شین عند الله. یا آقای میگفت شین و بلال سین عند الله. میتونه افریقایی ها سین و شین میکنن نه شین و سین. گرچه روایت داره سین و بلال که میگفته اسحد ها. اگه کسی لغتش اینه که اشکال نداره. نه اگر در سجده چیزی غلط خوند خب ها یعنی این خروج از سجده شده یعنی در تشهد وارد شده یعنی بله این محل خلافه. بعضی فرمودن که دو تا روایت یه روایت داره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره این دخلت نشده وقتی که اگرم شک داشته باشه که دخلت بله بنابراین قول این صاحب عرو نظیر این مسئله رو داره میگه که سجده بکنه نه این جوریه یه چیز دیگه نظیرش و بعدم نماز اعاده کنه به خاطر علم اجمالی. اما کسایی که میگن خرجته کل ما شکرت فی ما قد مضا دخلت فی غیره لازم نیست که بنده هم برداشتم همینه نه این از دو تا سجده وقتی که سرش از سجده بلند یعنی نه بلند کرد نشست تو تشهد این خرجته شده دیگه بر نگرده به سجده. اگر دخلت رو قید توضیحی خرجته بگیری بعضی ها قید گرفتن وقت توضیح دیگه قید نه یک دلیل داده کل ما خرجت من شیء و دخلت فی غیره این دخلت قید یا نه کل ما شرکت فی ما قد مضا مطلقه و این تقییدش نمی کن چون دخلت اگه قید باشه معنی دیگه مادام لم تدخل فی غیره این حکم نیست. خلاصه محل خلافه. آها خرجته کل ما شکرت مضا شده همین که نشست تو تشهد این مضا شده. مولانا هل توجد مانع في جمع بين احياء شعائر الدين ومن ضمنها واهمها شعائر ابي عبد الله حسين عليه السلام صلوات الله عليه في مساله كورونا؟ على كل هذا موضوع خارجي لازم شو يمكن الجمع بينهما؟ يمكن. الآن في العراق يجمعون بينهما. كي؟ بله.
از بابا اگه خطایی در تطبیق باشه چه اشکال داره؟ ببینید فرقه، خطایی در تطبیق یعنی تشریع نیست، یعنی نمیخواد. آها، اما چون خیال میکنه راستی جزء نمازه، مثل صلوات فرستادن تو سجود، اون اگه در همون محل خلافه، ببینید شرایع قاعدش اینه که بگیم اگر تشریعه باطله، اما خطایی در تطبیق تشریع نیست. اگه تشریع باشه بله. چرا فرق میزن بین خطایی در تطبیق و غیرش؟ بخاطر همین جهته، چون آدمی که خطا کرده در تطبیق، در از اول تا آخر فقه فرق میذارن. اگر میدونن که با سنی ازدواج کنه منحرف میشه، عقدش درسته؟ زن؟ آره، زنی مثلا یه سنی ازدواج کنه و بدون منحرف میشه. بله. نه، باطله، تصریح میکنه. لأنها تأخذ من دین زوجها و عدوه، بعضی بدون این گفتن باطله. محل خلاف خود این مسئله. از حالا حساب میشه. مال گذشته چیز میگه قبوله. زکات دلیل خاص داره فقط. بله. سلام علیکم. مسئله برداشت آدم ها فرق داره، هر کسی برداشت خودش، اونی که یقین نسبت بهش داره اون براش حجت، کسی دیگه نه. یک کسی اینجور برداشت داره، یک کسی اونجور برداشت داره. همین وقت که برداشتش اینه که اشکال نداره، مثل الان تو عراق توی حرمات تو اینا برداشت وقتی که اینجور باشه دیگه وظیفه نیست، وظیفه نه. یعنی برداشت دونه دونه افراد، هر کسی مسئول از برداشت خودش، بین خودش و خدا چیه برداشتش، اون تکلیفش طبق اونه. حصل هذا في لبنان مثلا، بعض القنوات جابت ناس وسألوا أخذوا وعطوا. لنثبت العرش أنه موجود أولا، هب أنه وجد يحتاج إلى إجابة. هذه المسألة بعض الفقهاء تعرض لها وذكرها واختلفوا فيها، بعض قالوا لا يجوز، بعض تمسكوا بالإطلاقات، قالوا مقصود الإطلاقات الجواز. حتى مثلا مع غير الجن، مثلا أنا مخلوقا آخر لا لا وعطل. لا، حيوانات لا يجوز. لا، حيوانات. اي مثلا 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 تضرب ولا تقص، الملائكه على صحه يعني خالف ما له وجود ظاهره، ما له وجود، ما له وجود. القيد في الوجه. اي هذا بعض قالوا يجوز، بعض قالوا لا يجوز، قالوا تمسكوا بالاطلاقات، بعض قالوا الاطلاقات منصرف عن ذلك. على كل انا احتاط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنت فتى الفتيان، أنت عظيم الشان، أنت غدا الأقران، أنت سنى الإيمان، أنت رؤى الإنسان، أنت صدى القرآن، أنت حمى للعاني، أنت سناء يعني، أنت شديد البأس، نصير خير الناس، أنت لك النبراس، تضيء لي إحساسي، أنت إلى الجلاس كالعطر في الأنفاس، طهرت من أدناسي، أنت ضياء يعني، أنت فتى الفتيان، أنت عظيم الشان، أنت
اقترد الأرض.